مناسبة رؤية حضرتك للأهلي في كأس العالم للأندية، مش هقولك توقعاتك بس شايف الصورة بشكل يعني عام إزاي؟ يعني من عودة من جديد لمشاركة أهلوية في هذا المحفل الدولي، فطبعا يعني حدث هو طبعا النادي الأهلي قبل كده ما كانش رايح عشان يبقى بيطلع بشكل مشرف أو الكلام ده كله، كان رايح بفعلا بينفذ وعاوز ياخد مركز من المراكز الثلاثة الأولى، وده حصل قبل كده. والنادي الأهلي فعلا لو قدر إن هو يحافظ على لعيبته في الفترة القادمة دي ويثبت تيمه هيبقى لينا شكل تاني جدا في وطبعا لسه القرعة ما اتعملتش بتاع كاس عالم للأندية، لكن هيبقى للنادي الأهلي شكل تاني خالص في كاس العالم للأندية. احنا ما بنروحش للتمثيل المشرف زي ما بتقول، لا احنا بنروح عشان باذن الله. ما هو حضرتك لازم يكون طموحاتك كبيرة، اكيد لما الطموحات دي تقل ما تبقاش قليلة قوي، ما نروحش اقول انا لا اروح عشان يبقى تمثيل مشرف ابقى اسمي ان انا رحت، لا انا اروح عشان اخد البطولة واسعى ان انا اخد البطولة، لكن في الاخر ربنا بقى هيعمل ايه هو ده اللي هيكتبه ربنا سبحانه وتعالى. سواء الاجتهاد والتخطيط والتدريب كل ده بيفرق. يمكن احنا قلنا انا وكريم الكلام ده اول امبارح، كنا بنعلق على ماتش ليفربول واستون فيلا اللي هو لعب بالناشئين استون فيلا امام ليفربول، فريق اول بنتكلم على ماني موجود ومحمد صلاح والفريق كسبه ليفربول 4-1، لكن اللعب كان خطير، ويمكن نقاد رياضيين كتير تحدثوا قد ايه كان في يعني مفاجاه في المباراة، قدروا 16 سنة ان هم يلعبوا بشكل محترف امام ليفربول فريق اول، فمحدش عارف فعلا يعني كل شيء جاي الدفع طبعا بالناشئين وبالدم الجديد وبالوجوه الجديدة دي اصلا كمان بتدي دفعة وبتقلق اللعيب الكبير انه يعني خايف على 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 مكانه. يعني احنا في موسيماني لما يبقى فيه ناصر ماهر ويبقى فيه اللعيبه اللي هي رجعت محمد شريف واللعيبه اللي هي رجعت الصغيره وموجوده دلوقتي بشكل اساسي موجوده جوه، فدي بتدي روح من التنافس الايجابي الشريف بين محمد شريف مثلا وكل رؤوس حرب اللي موجودين، صلاح محسن على كل الموجودين في التيم. فطبعا حضرتك بتتكلم على فرق بتاسس فعلا الناشئين، ولما بتحط ناشئ بتبقى حاطه في بشكل جدي وشكل ان هو يبان بصوره جيده جدا. وروح الاهلي ان شاء الله تكون دايما موجوده زي ما تعودنا، ولعله خير باذن الله يعني. باذن الله.